بيان سور حبينا نوروا اللي من بعد كوب دي مون بعد ما ترشحنا كوب دي مون حبينا نوروا اللي مازلنا حاضرين ومازلنا في كونسنتراسيون 100% اليوم نلعبوا على كوب دافريك وكل كومبيتيسيون لازم حقها ولازم كونسنتراسيون نتاعها والحمد لله اليوم خدنا 3 بوان عملنا بوزيسيون شو تبدل الناس اللي متضافين؟ اولا بعد ما كان اول بونتو هي ميتون الاول عندنا برشا فرص ما ماركيناش الحمد لله ماركينا بكري في ميتون ثاني وان بليس هما خدوا ورقه حمراء ومن بعد بدا اللاعب الانتيتي نتاع ليكيب ناسيونال اللي حبينا نلعبوا به بدا من بعد ما ماركينا اول بونتو. بينا عندك بليسور اسكو سافا؟ وي سافا الحمد لله وي. وي صافا عندي بلاصه صغيره ما فيش حاجه كبيره ما دوك والميديكال ستاف غادي يخدموا معايا وان شاء الله نكون حاضر في اقرب وقت.